اهلا بكل المتابعين والمشتركين وفيديو جديد على قناة انا وهي والنجوم. اسعد الله اوقاتكم كل شيء. حلت الاعلامية وخبيرة الفلك اللبنانية ماجي فرح ضيفة مع الاعلامية اللبنانية ربعة زياد في برنامج فوق 18 الذي يعرض على شاشة الجديد، حيث كشفت عن معلومات سياسية حصرية للوضع في لبنان والمنطقة. كشفت ماجي فرح عن اجتماعات سرية حصلت لحسم قرار الحرب الموسعة على لبنان وماذا عن مطار بيروت. كما كشفت ماجي عن خطوات مهمة ستقوم بها قطر تجاه لبنان وتحذير من أمريكا. أما فيما خص التوقعات الفلكية فقد تحدثت ماجي عن كارثة ستحدث في شهر آب المقبل. وفي ختام اللقاء أطلقت ماجي توقعات فلكية للأبراج لعام 2025 مؤكدة أنه سيكون عام مهم جدا ومصيري وحاسم. كما أطلقت سلسلة من التوقعات العامة بينها فيما يخص رئاسة الجمهورية اللبنانية والأحداث في أوروبا ورئيس أمريكا القادم. قبل ما نبدأ الحلقة ونعرف التفاصيل، حابة أفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير في الفيديو. تؤكد ماجي فرح أنه بناء على معلوماتها الحصرية وتحليلها السياسي لن تشهد لبنان حرب مواسعة عام 2024 ولا 2025، وتشير إلى أن اجتماعات عقدت في سلطنة عمان وقطر ساهمت في منع حدوث حرب واسعة. قالت أن مفيش حرب مواسعة على كل لبنان، وبتأكد على الكلام ده بأن حصل اجتماعات بقطر من 3 أو 4 أيام بحسب تصريحها. الاجتماع ده كان بين سلطان عمان وبين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين إيرانيين، واتفقوا إن مفيش حرب موسعة في لبنان ولا في ضربة بلبنان ولا في توغل إلى جنوب لبنان. الحرب كلها محصورة في منطقة واحدة اللي هي جنوب لبنان. يعني أولا لا حرب موسعة في لبنان أبدا، يعني إسرائيل لما تخلص من غزة زي ما بيتقال في التحليلات عن ناس متعمقين في السياسة ومحللين سياسيين بيقولوا إن بس تخلص إسرائيل من غزة ويدخلوا على لبنان. ده اللي بيقولوه كمان المسؤولين الإسرائيليين. فهي بتقول إن إسرائيل مش هتنفذ مشروعها ولا مخططها الصهيوني، وبتأكد إن مفيش مشروع هيتنفذ بلبنان والمشروع ملهوش علاقة بلبنان، المشروع ليه علاقة بالمنطقة كلها. تتوقع ماجي حصول الجيش اللبناني على تمويل من قطر، ومع استمرار التوتر في المنطقة بتحذر ماجي من احتمال حدوث ضربات إسرائيلية محدودة في جنوب لبنان. ترى ماجي إن حقل كريش للغاز الطبيعي قد يكون نقطة توتر وبسببه مش هتتوسع الحرب، وقالت إن لما جه هوكشتاين للبنان أخيرا أول شيء كان في اتفاق إن مفيش ضربة على لبنان، وطبعا كل ده مش حبا في لبنان، ده حفاظا على النفط اللبناني. الضربة بالجنوب للمساندة بس مفيش توسع على كل لبنان، وهي من البداية بتأكد إن مفيش حرب على لبنان. من بداية الحرب في غزة ومساندة حزب الله لغزة، وماجي فرح بتؤكد إن الحرب محصورة في المنطقة دي ومفيش حرب شاملة في لبنان. بالنسبة للانتخابات الأمريكية، تتوقع ماجي تأثير كبير للانتخابات الأمريكية على المنطقة، وبتشير ماجي فرح إلى احتمال حدوث حدث عالمي كبير بين أكتوبر ونوفمبر، احتمال حدوث كارثة طبيعية أو سياسية في مكان هي محددتهوش. وبترجح ماجي فرح إن تحصل الكارثة بين شهر أكتوبر ونوفمبر، وده بسبب تلاقي فلكي بين كوكب مارس وساترون وفينوس والقمر، وده معناه إن في حركة حامية جدا، يعني ممكن زلزال كبير أو كارثة سياسية، هيكون في وضع فلكي دقيق بالعالم بين أكتوبر ونوفمبر. كارثة هتحصل في التوقيت ده، ممكن زلزال كبير، ممكن كارثة سياسية، ممكن تصريح غير عادي يؤدي إلى انفجار أو موت مسؤول كبير. بتؤكد ماجي فرح إن مفيش حرب عالمية. بتقول ماجي فرح بين أكتوبر ونوفمبر ممكن يحصل شيء حول العالم، حدث عالمي، لكن
مش ضروري يكون الحدث ده 100% صحيح، يعني ممكن ما يحصلش حاجة، يعني مش شيء معقد. بتقول ماجي فرح إن عام 2025 هيكون عام مهم جدا ومصيري وحاسم، هيكون في تغييرات كبيرة، تطورات في مختلف مجالات الحياة. بتقول ماجي فرح إنها بتعمل على كتاب توقعاتها لعام 2025 ولسه ما أثرتش توقعاتها التفصيلية لحد دلوقتي، لكنها تشير إلى إن التوقعات هتكون مهمة. تشير ماجي فرح إلى تغييرات في مواقع أربع كواكب بطيئة، زحل وأورانوس والمشتري جوبيتر نبتون. كل التغييرات دي بتحصل كل 7 سنوات لزحل، وتلاتين سنة لأورانوس، وسنة واحدة للمشتري، وسنتين ونص لنبتون. وتشير ماجي فرح لأن هذه التغييرات الفلكية ستؤدي إلى أحداث مهمة جدا في عام 2025. تشير ماجي فرح إلى أن عام 2025 هيكون عام مليء بالتغييرات السريعة، وبتصف سنة 2025 بسنة التغييرات. بتتوقع حدوث بعض الاضطرابات والتحديات، لكنها ترى أيضا أن هذه التغييرات قد تتيح فرص جديدة للنمو والتطور، وبتؤكد على ضرورة تحلل الجميع بالمرونة والتكيف مع هذه التغييرات. توقعات ماجي فرح لعام 2025 بشكل عام، بتتوقع حدوث العديد من التغييرات الكبيرة في حياة الكثير من الناس، تشير إلى أن هذه التغييرات قد تشمل انتقالات في العمل أو السكن، تغييرات في الحياة الشخصية والعلاقات، تؤكد على ضرورة تحلل الجميع بالصبر والمرونة للتكيف مع هذه التغييرات. تشير إلى أن بعض الأبراج هتتأثر بشكل خاص بالتغييرات الفلكية عام 2025، وتذكر على وجه الخصوص برج الحمل هيكون في وضع خاص جدا. برج الحوت سيتخلص من تأثير ساترن وهيحس بالراحة. برج السرطان سيتأثر بشكل سلبي بوجود ساترن في برج الحمل. برج الميزان سيتأثر بشكل سلبي أيضا خلال فصل الصيف. الأبراج المائية والنارية ستتأثر جميعا بالتغييرات الفلكية لعام 2025. تؤكد على ضرورة دراسة تأثير كل كوكب على كل برج بشكل منفصل لفهم طبيعة التغييرات المتوقعة. توقعات ماجي فرح للوضع السياسي في لبنان: لا تتوقع إجراء انتخابات رئاسية في عام 2025. تشير إلى حدوث بعض التغييرات في الوضع السياسي، ولكن لا تقدم تفاصيل محددة. بتربط هذه التغييرات بالتطورات الجارية، يعني لبنان هتبدأ من غير رئيس كمان 2025، وتقريبا إن الانتخابات الرئاسية في لبنان مرهونة بانتخابات أمريكا. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو. شكرا لكم وإلى اللقاء.